ماشي؟ من النقطة دي للنقطة دي. أهي من النقطة دي للنقطة دي. النقطة دي للنقطة دي. خلاص؟ هطبقه كده. أهو نفس الاتجاه اللي أنت فيه. بصي وبعدين وبعدين أهو. زينة رمضان طبعا دي افكار مصريه يعني معظمها الفانوس طبعا لانه مش في الغرب بيهتموا بتصميمات الحاجات الشرقيه وكده. ففانوس رمضان مثلا الفانوس اللي هو البسيط ده تمام ده الفانوس الاساسي من تصميم حد صديقنا اسمه أزؤز مؤسس المركز العربي الاوريجامي وبعدين تطوير تصميم الفانوس كان لنا يعني ليا انا شخصيا وبعدين كمان طول الوقت احنا في اوروا او الشركه بتاعتي اللي هي اوريجامي وورلد اكاديمي احنا بنطور في تصميمات المنتجات طول الوقت كل موسم رمضان بنعمل تصميم مميز او مختلف او بنطور التصميم اللي احنا عملناه. من ناحيه الخامات احنا طول الوقت في اوروا بنحاول نستكشف الخامات ونشوف الافضل ونوفره للناس عشان احنا عارفين كويس جدا انه محدش مهتم قوي بالمجال ده في مصر او في الشرق عموما يعني فاحنا طول الوقت بنحاول نوفر انواع الخامات وبنوفرها بسعر رمزي جدا وكل الناس اللي بتاخد منا الخامات عارفين كويس ان هو مقارنه باي مكان بيشتروا منه سواء بيستوردوا اونلاين او من بعض المكتبات اللي بتبيع انواع ورق انه الاسعار عندنا لطيفه جدا الخامات متنوعه جوده الخامات برضو لطيفه ماشي اهو لجوه دخليها تحت البتاع دي دخليها تحت واقفلي عليه مظبوط كده وصليه للاخر وصليه للاخر لا الاخضر فك الاخضر يا بص اعمل ايه الاول فالفانوس مثلا ده ممكن ياخد مننا ساعتين احنا في الاخر وتكلفه خاماته مثلا الدوائر بقى والاضاءه والصوت والضوء والحاجات ديت واكيد مع الاسعار بتزيد الضعف كل سنه بيكلفنا مثلا 30 جنيه فاحنا بنبيعه لا بيكلفنا اكتر من 30 جنيه كمان بيكلفنا حوالي 35 جنيه بنبيعه مثلا من 60 ل 70 جنيه طب ممكن حازم ممكن الباكت الورق